السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تطاول بالأيدي وشتائم على متن طائرة وتفاصيل جديدة وسبب طلاق شيرين وحسام حبيب. أتمنى من الأخوة المشاهدين في هذه القناة وضع اللايك والاشتراك، وشكرا للجميع، وهذا فضلا وليس أمرا. كشف موقع الجرس اللبناني عن تفاصيل جديدة في قصة طلاق الفنانة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب، والتي تم الإعلان عنها أمس عبر وسائل الإعلام. وأكد موقع الجرس الذي ترأس تحريره الإعلامية نضال الأحمدية الصديقة المقربة من المطربة شيرين عبد الوهاب إن السبب الحقيقي وراء طلاق شيرين وحسام حبيب خلاف حاد بينهما على متن طائرة بعد عودتهما من السعودية. وأوضح الموقع إن هذا الخلاف وصل إلى حد الضرب والشتائم فيما بينهما على متن الطائرة، وذلك بسبب التدخل السافر من حسام حبيب في حياة شيرين الفنية، وهو الأمر الذي رفضته جملة وتفصيلا، وقررت أن تطلب الطلاق منه لكنه رفض بشدة، إلى أن تدخل عدد من المقربين بالوسط الفني لحل الأزمة ووافق على الانفصال بينهما، والذي كان رسميا أمس حسبما تم الإعلان عنه. بمجرد إعلان الفنانة شيرين عبد الوهاب طلاقها من زوجها السابق الفنان حسام حبيب، انتشر هذا الخبر بجميع مواقع التواصل الاجتماعي، وخلال الساعات الماضية تردت أنباء تفيد بحدوث الطلاق بين شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب بعد عودتهما خلال الفترة الماضية بعد انفصال قبل ذلك. شيرين خرجت لتؤكد بشكل مباشر أخبار انفصالها عن حسام حبيب، وذلك بعدما أكد الإعلامي عمرو أديب خبر طلاق الفنانة شيرين عبد الوهاب من المطرب حسام حبيب. ما رأيكم أنتم؟ أنتظر رقم تعليقاتكم تحت هذا الفيديو، ولا تنسوا أخواتي وضع اللايك والاشتراك في هذه القناة، وشكرا للجميع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تطاول بالأيدي وشتائم على متن طائرة وتفاصيل جديدة وسبب طلاق شيرين وحسام حبيب. أتمنى من الأخوة المشاهدين في هذه القناة وضع اللايك والاشتراك، وشكرا للجميع، وهذا فضلا وليس أمرا.